ساكن في حي الفلاح، هنا حي المسيرة، شارع او شارع خليفة بن اسماعيل، سوق المسيرة يحترق دو فوا، طفيت العافية الاولانية والثانية باقا شاعلة، وقايمين الواجب ديالهم رجال المطافي والامن والمخازنية الله يطول لهم عمرهم، راه قايمين بالواجب ديالهم على احسن ما يرام، وتنشكرهم بزاف، تنشكر الامن ديالنا. السبب ديال الحريق اخويا ما عرفناش السبب ديالو، لحقاش كاينين اللي تيطيبوا الببوش، كاينين اللي تيطيبوا البوطه، كاين الضو، كاينين الناس اللي تيعسوا هنا هما اللي مكلفين بالسوق، العساس هو اللي يعطيكم لي رونسينيمون ميري. في هاد الدار هادي وديجا تحرقنا في شهر 11 وما عقل علينا حتى شي واحد، حوايجنا كلشي مشى لينا، ما كاينش اللي يرحمنا، ما كاينش اللي عقل علينا. صبحت انا ولادي خارجه بحال دابا حنا ناعسين، خرجنا للزنقه، شكون عقل علينا؟ حتى واحد ما كيديها فينا. اشنو هادشي؟ هادشي راه ماشي حل، هذا راه خاصهم يديروا لنا شي حل هنا. حنا ناعسين حدا البونج، ناعسين حدا مالي الببوش، كيطيبوا الببوش مالي كلشي، الشوافه كلشي كاين هنا، شكون اللي كيعقل علينا حنا؟ حتى شي واحد. بحال دابا انا امراه ارماله خارجه الزنقه، اشناهي؟ شنو هو الحل ديالي انا؟ يلا اللي ولينا خارجين احنا دابا حوايجنا اللي حنا في الزنقه وخرجنا باغي نسلكوا عار ويوسنا، شكون اللي كيحير فينا؟ حتى شي واحد نهائيا، حتى مالين الدور اللي كيكريو لنا ما حاسينش بينا، كيعرفوا على الكره، وانا مريضه ها خارجه من الرابوس ديالي وكنغوت، ها شكون اللي كيحير فيا؟ وعندي اليتامى وعندي بزاف د الحوايج. الناس انا بعدا ما كنسكنش في هذه الجهه هنايا، ولكن هاد الناس كلهم كنعتبرهم الجيران ديالي،
وبانهم انا المراه اللي كتهضر معكم دابا من شويه راها عندها اليتامى وتحرقت وما كاين لا تعويضات لا حتى شي حاجه. هذا الشيء خصو يدار ليه حل.